بعد ما جهزت نظام التشغيل ان انا اقدر اشغل على البرنامج، ببتدي اشغل البرنامج، بروح للفاينل كات برو الايكون واعمل عليه كليك، بيبتدي يحمل البرنامج. بيظهر عندي هنا كلمة فاينل كات برو 7، معنى ده الاصدار السابع او اللي بيساوي فاينل كات ستوديو 3. بتبتدي تطلع لي اول رسالة بيسألني ايه الفورمات اللي انت عايز تشتغل بيها. طبعا في الدول العربية بنشتغل بالدي في بال، لما نشتغل هاي ديفينيشن بحدد شغل الهاي ديفينيشن، لكن انا حاليا بشتغل بالدي في بال، فبحدد الدي في بال وبقول له اوكي على الرسالة دي. بتبتدي تظهر الرسالة التانية ان مفيش وحدة شرايط متوصلة من خلال الفاير واير. قدامي حاجة من ثلاثة، اقول له تشيك اجين ان انا اوصل الوحدة واقول له اتأكد انها موجودة ولا لا، او اقول له كونتينيو مش مشكلة انا هوصل بعد كده الوحدة، واقول له كمان دونت وورن اجين ما تحذرنيش بعد كده التحذير دوت، لكن يفضل ان انت ايه تسيبها عشان الكمبيوتر يشيك ويتأكد ان الوحدة متوصلة ولا لا في كل مرة تشغيل البرنامج. بقول له كونتينيو، بيبتدي يفتح لي البرنامج، بيبتدي يكمل التحميل، بيكمل بقى الفلاتر بتاعته والافكتات المحطوطة والبلاج ان كلها بيحملها. بنتظر لغاية ما يخلص تحميل البرنامج تماما، ويبتدي يفتح لي الاربع شاشات الرئيسية بتاعتي. الاربع شاشات الرئيسية عندي شاشة البراوزر اللي بحط فيها المواد واجمع فيها المواد اللي انا هبتدي اعمل بيها المونتاج، من بقى صوت ومن فيديو ومن صور ثابتة من اي كليب هقدر اشتغل بيه في البرنامج. الفيور مختص بتقطيع الفيديو، بشوف ايه الجزء اللي انا عايزه من الفيديو او الاوديو وايه الجزء اللي انا مش عايزه. بعد ما بحدد الجزء اللي عايزه، ببتدي ارص في التايم لاين الشغل بتاعي، عملية المونتاج. الحاجة اللي رصيتها في التايم لاين اقدر اتفرج عليها فين؟ في الشاشة بتاعت الكانفاس، يبقى شاشة الكانفاس مرتبطة بالتايم لاين وهي عرض ليها. طيب احنا هنعمل اول بروجكت عشان نوضح الكلام دوت اكتر. هاجي اجيب المواد. بجيب المواد ازاي؟ بعمل كليك يمين واختار امبورت. عايز اعمل جلب للكليبات، ممكن اختار الفايل واختار الملفات او اختار فولدر كامل. لو اخترت فولدر كامل يبقى انا بحدد له الفولدر اللي فيه الشغل بتاعي، وليكن هو بروجكت واحد فيه الملفات بتاعتي كلها اللي انا عايز اشتغل بيها، وبقول له اختيار. بيديني بروجكت واحد، ادي الملفات بتاعتي. بلاحظ الملفات ديت عبارة عن ايه؟ فيها ملفات صوت، ادي ملف الصوت اهو الشكل سماعة، وفيها ملفات فيديو، ادي اشكال ملفات الفيديو او كليبات الفيديو. يبقى انا عندي كليب اوديو وكليبات فيديو. طيب عايز ابتدي اعمل اتأكد ان ده الصوت اللي انا عايزه، بعمل دبل كليك عليه بيظهر في الفيور، بعمل تشغيل واسمع الصوت، يبقى هو ده ملف الصوت اللي انا عايزه. اقدر احطه فين؟ في التايم لاين. بجيبه للتايم لاين باكتر من طريقة، يا اما باجي من هنا واحدد واسحب الايه الاوديو بتاعي، عندي خط فاصل، الجزء اللي فوق خاص بالفيديو، الجزء اللي تحت خاص بالاوديو، بحط في المكان الاوديو بتاعي. ممكن اعمل تراجع، اعمل اندو، او بجيبه منين؟ بجيبه من الفيور، من العلامة ديت برضو واسحبه وابتدي احطه في المكان الخاص بالاوديو. يبقى انا كده اقدر ارص الاوديو والفيديو بتاعي زي ما انا عايز. باجي على قائمة على الشاشة بتاع التايم لاين وادوس الاوامر والزد شيفت زد عشان ايه يعمل لي فيت، وابقى شايف كل الاوديو بتاعي. ادي الاوديو، اعمله تشغيل. منين بقى؟ من الكانفاس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، ده الايه الصوت بتاعي اللي هبتدي اراكب عليه الفيديو. بشوف بقى ملفات الفيديو، دبل كليك عليها، ادي ملف فيديو. بحدد نقطة البداية اللي انا عايزها، وحدد نقطة النهاية اللي انا عايزها، معنى كان الجزء ده كله مش عايزه، والجزء دوت هو اللي انا عايزه، والجزء دوت برضه مش عايزه. اسحب الفيديو فين؟ في الجزء المخصص بالفيديو. يبقى انا كده ايه شغلت كده اتفرج على الشغل بتاعي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. طيب ملف الفيديو اللي بعديه اهو، ممكن اوقف واعمل نقطة البداية واشغل لغاية ما اشوف النقطة النهاية اللي انا عايزها. ممكن اقول له نقطة النهاية على طول من غير ما اوقف، يحط لي علامة النهاية، يبقى دي
علامه البدايه الفيديو، دي علامه النهايه. ابتدي اخد الفيديو واحطه جنب الفيديو الاولاني، تمام، واتاكد ان الحاجه ايه بتظهر العلامه المثلثين الصغيرين دول، ان الحاجه ايه مفيش جاب، مفيش فرق ما بينهم، الكادر ورا الكادر على طول. اخد الفيديو اللي بعديه، احدد نقطه البدايه، ممكن انا اتحرك بالهيد على طول اجيبه في المكان اللي انا عايزه واستعرض الحاجه بسرعه، واقول له دي نقطه النهايه، وابتدي اسحب الفيديو بتاعي. طب الفيديو ده حسيت ان هو طويل، ممكن اعمل ايه؟ اصغر، اضغط على النهايه بتاعته واصغر. اخد الفيديو اللي بعديه، احدد انا نقطه البدايه واحدد نقطه النهايه واحط الفيديو، دبل كليك على الفيديو اللي بعديه، احدد نقطه البدايه فيه واحدد نقطه النهايه واسحب الفيديو، ارص جنب الفيديو الايه اللي بعديه. هنا الفيديو زاد عن الاوديو، ممكن اصغر الفيديو لان انا مش عايز الطول ده كله، دبل كليك على الفيديو اللي بعديه، ادي نقطه بدايه وهنا مثلا نقطه نهايه، واسحب الفيديو اللي انا عايزه واصغر الفيديو شويه. اجي على اخر فيديو ابتدي احدد نقطه البدايه واحدد نقطه النهايه اللي عايزها واسحب الفيديو. يبقى انا كده عملت ايه؟ رصيت الفيديو وقفلت الفيديو لغايه نهايه الاوديو زي ما اتفقنا، العالي وزد او شيفت زد عشان يعمل فيت ويندو. نتفرج على الشغل بتاعنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب عايز احط مؤثرات ما بين كل فيديو وفيديو، المؤثرات بجيبها منين؟ بروح عندي للإفكت، بلاقي عندي مجلدات، باخد تاني مجلد فيديو ترانزيشن اللي هو نقل ما بين فيديو والتاني، عندي مجموعة مجلدات تانية، أشوف المجلد اللي أنا عايزه وأختار الحاجة اللي أنا عايزها، عايز الكيوب أسحبه أقول المؤثر ده حطه هنا، عايز ده أسحبه أحطه هنا، عايز ده، الحاجات اللي أنا عايزها ببتدي أركبها في الأماكن النقلات بتاعتي. طيب نتفرج على الشغل ده. يبقى دي النقلة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيد شغال. الحمد لله رب العالمين. عند الكليب ديت. دي النقلة ديت الترانزيشن ده. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك عند الكليب ده الترانزيشن ده. عند الكليب ده الترانزيشن ده. يبقى انا بقدر عملت الملف بتاعي وحطيت المؤثرات. طيب عايز اخرج الشغل دوت، هاجي من قائمه فايل اقول له اكسبورت، صدر الملف ده كويك تايم موفي، ملف موفي اسميه ايه؟ سيكونس واحد على سطح المكتب، واقول له سيف، بيتم تصدير الملف ويخرجه لي على سطح المكتب. اقدر اعمل اخفاء للفاينل كات والاقي ملف الموفي بقى موجود عندي، اقدر اعمل كليك يمين عليه وافتحه مثلا من خلال الكويك تايم واتفرج على ملف الفيديو بتاعي. ملف الفيديو كامل اقدر ان انا ابعته احطه على اي جهاز واقدر اشتغل بيه في اي مكان عندي.